الفيديو الأخير بدأنا الحديث عن المتغير العشوائي، ومن ثم انتقلنا إلى نوعين اثنين من المتغيرات العشوائية. لديك المنفصل discrete حيث يأخذ عدد محدود من القيم، وهذه سوف أقول أنها تميل لأن تكون صحيحة، لكن لا يجب أن تكون دائما أعداد صحيحة. لديك المنفصل، إذن المعنى محدود، لذلك لا يمكن أن يكون عدد لا نهائي من القيم في المتغير العشوائي المنفصل. ومن ثم لدينا المتصل continuous، والذي يمكن أن يأخذ إذن في المتصل عدد لا حصر له من القيم. والمثال الذي سأعطيك إياه عن المتصل هو كما يلي: لن أستخدم x للمتغير العشوائي حتى تستطيع أن ترى أنه يمكن أن يكون شيء آخر غير ال x. لنقول أن لدينا متغير عشوائي y، إننا نستخدم دائما الأحرف الكبيرة. المتغير العشوائي يساوي الكمية الدقيقة من المطر غدا، exact amount of rain tomorrow. وقد قلت عن المطر لأنها تمطر في بعض المناطق الآن، إذن سنتحدث عن الكمية المحددة من المطر التي ستهطل غدا. دعونا نقول ما هو اقتران التوزيع الاحتمالي الفعلي لهذا. سأرسم واحدا ثم سنقوم بتفسير ذلك حتى نتمكن نوعا ما من معرفة كيف يمكن أن تفكر بالمتغيرات العشوائية المتصلة. اسمحوا لي أن أرسم التوزيع الاحتمالي أو ما يسمونه اقتران الكثافة الاحتمالية، ونرسمها مثل هذا. دعونا نقول أن هناك شيئا ما يبدو مثل هذا. حسنا، هذا هو الاقتران، يبدو تماما مثل هذا. حسنا، بعد ذلك ما هو هذا الارتفاع؟ بالتالي فإن محور X هنا هو كمية المطر، حيث هذا 0 إنش أو بوصة، هذا 1 إنش، هذا 2 إنش، وهذا 3 إنشات، 4 إنشات، ثم هذا هو بعض الارتفاع. دعونا نقول أن القمم هنا ربما لنقول أن هذا 5 بالعشرة، إذن 5 بالعشرة. وبالتالي فإن الطريقة للتفكير في الأمر، إذا كنت تنظر إلى هذا وسألتك ما هو احتمال أن y، لأن هذا هو المتغير العشوائي لدينا، أن y هو بالضبط مساويا لاثنين إنش، أن y بالضبط مساويا لاثنين إنش. حسنا، ما هو احتمال حدوث ذلك؟ حسناً، يعتمد على الطريقة التي فكرنا فيها باقترانات التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل. سنقول حسناً، إذن 2 إنش هذه هي الحالة التي سنهتم بها. الآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى هنا. ستقول أنها تبدو وكأنها حوالي 5 بالعشرة، إذن هل هي فرصة 5 بالعشرة؟ سوف أقول لا، إنها ليست فرصة 5 بالعشرة. وحتى قبل أن نفكر في كيفية تفسيرها مرئيا، دعونا فقط نفكر بذلك منطقيا. ما هو احتمال أن غدا لدينا بالضبط 2 إنش من المطر؟ ليس 2.01 إنش من المطر، وليس 1.999 إنش من المطر، ليس 1.99999 إنش من المطر، وليس 2.00001 إنش من المطر، بالضبط تماما 2 إنش من المطر. أعني ليس هناك ذرة واحدة إضافية أو جزيء ماء فوق علامة 2 إنش، وليس كذلك جزيء ماء واحد تحت علامة 2 إنش. إنها بالأساس صفر، أليس كذلك؟
قد لا يكون واضحا لكم لأنه لربما كنت قد سمعت أنه كان لدينا 2 إنش من المطر الليلة الماضية، لكننا نفكر فقط بالضبط ب2 إنش وليس شيء آخر. عادة إذا كان 2.01 فإن بعض الأشخاص يقولون هذا هو 2، لكننا قلنا أن هذه لن تحسب، لا يمكن أن يكون 2، نحن نريد 2 إنش بالضبط، إذا لا نحسب 1.99. في الواقع ليس لدينا أدوات يمكن لها إخبارنا أنه كان ذلك بالضبط 2 إنش. فعلى سبيل المثال لا يمكن للمسطرة أن تقيس بحيث تمكننا من القول أن هذا بالضبط 2 إنش طولا عند نقطة ما، إذن هي مجرد طريقة وسيكون ذرة إضافية هنا أو هناك، وبالتالي فإن احتمالات أي شيء في الواقع يكون بالضبط قياس مؤكد إلى النقطة العشرية اللانهائية الدقيقة وهي في الواقع 0. والطريقة التي يجب أن تفكر فيها بالمتغير العشوائي المتصل، يمكنك أن تقول ما هو احتمال أن واي هو تقريبا 2. إذا إذا قلنا أن القيمة المطلقة لواي ناقص 2، القيمة المطلقة لواي ناقص 2 هي أقل من بعض الاحتمال، أي أقل من 1 بالعشرة، أقل من 1 بالعشرة. إذا كان هذا ليس له معنى بالنسبة لك، هذا هو أساسا مجرد القول ما هو احتمال أن واي أكبر من 1.9 بالعشرة، إذا أكبر من 1.9 بالعشرة وأقل من 2.1 بالعشرة. هؤلاء العبارتين الاثنتين متكافئتين، ربما ستفكر في الأمر قليلا ولكن الآن هذا يبدأ بإعطاء القليل من المعنى، لذلك نحن نريد كل الواي بين 1.9 بالعشرة و2.1 بالعشرة. إذا سنتحدث الآن عن هذه المنطقة كلها، والمساحة هي المفتاح، لذا إذا كنت تريد معرفة احتمال حدوث ذلك في الواقع أنت تريد المساحة تحت هذا المنحنى من هذه النقطة إلى هذه النقطة. وبالنسبة لأولئك الذين درسوا حساب التفاضل والتكامل، إنه سيكون بالأساس التكامل المحدود لاقتران الكثافة الاحتمالية من هذه النقطة إلى تلك النقطة. إذن دعوني أرى، لقد نفذ الفراغ، دعوني أرسمه بلون مختلف. إذا كان هذا الخط المعرف سوف أسميه F الإكس، سوف أسميه F الإكس، يمكنني أن أسميه P الإكس أو أي شيء. احتمال حدوث هذا سوف يكون مساويا للتكامل لأولئك الذين درسوا حساب التفاضل والتكامل من 1.9 بالعشرة إلى 2.1 بالعشرة لـ f x dx، على افتراض أن هذا هو محور x. حسناً، لذلك هذا هو الشيء المهم جداً أن تدركه، لأنه عندما يأخذ المتغير العشوائي عدد لا نهائي من القيم، أو أنه يمكن أن يؤخذ على أي قيمة بين الفترة لتحصل على القيمة الدقيقة، لتحصل بالضبط على 1.999، الاحتمال هو في الواقع 0. إنها مثل أن تسأل عن ما هي المساحة تحت المنحنى على هذا الخط فقط، أو حتى على نحو أكثر تحديد، إنها مثل أن تسأل ما هي مساحة الخط. مساحة الخط لو كان مجرد رسم خط ستقول المساحة هي الارتفاع ضرب القاعدة، جيد، كذلك الارتفاع لديه بعض البعد، ولكن القاعدة ما هو عرض الخط؟ أما فيما يتعلق بالطريقة التي عرفنا بها الخط، الخط لا يوجد لديه عرض وبالتالي لا مساحة، وينبغي أن يكون المعنى منطقي، فإن احتمال حدوث شيء فائق الدقة جدا هو إلى حد كبير 0، لذلك يجب عليك حقا أن تقول ما هو احتمال أننا سوف نحصل على ما يقرب من 2، وبعد ذلك يمكنك تعريف المساحة. وإذا قلت ما هو احتمال أن نحصل في مكان ما على ما بين 1 و3 إنشات من المطر، ثم بالطبع الاحتمال هو أكبر من ذلك بكثير، وسيكون كل من هذا النوع من الأشياء. ويمكنك القول أيضا ما هو احتمال أن يكون لدينا أقل من 1.1 إنش من المطر، ثم سوف تذهب هنا، وإذا كان هذا 1.1،
وستحسب هذه المساحة. يمكنك أن تقول: ما هو احتمال أن يكون لدينا أكثر من 4 إنشات من المطر غدا؟ ثم سوف تبدأ هنا وستحسب المساحة في المنحنى كل الطريق إلى اللانهاية، ونأمل أن هذا ليس عدد لا نهائي، أليس كذلك؟ ثم الاحتمال لديك ليس له أي معنى، ولكن أتمنى إذا أخذت هذا المجموع أن يتعلق الأمر ببعض العدد، وسوف نقول هناك فرصة 10% ليكون لديك أكثر من 4 إنشات غدا، وكل هذا ينبغي أن يؤدي فورا إلى فكرة واحدة تلمع في رأسك، هي أن احتمال كل الحوادث التي قد تحدث، ولا يمكن أن تكون أكثر من 100%، جميع الحوادث متحدة. كما تعلم، هناك احتمال أن واحد من هذه الحوادث سوف يحدث. إذا أساسا المساحة كلها تحت هذا المنحنى يجب أن تكون مساوية لواحد. إذا أخذنا التكامل لـ f الـ x من صفر إلى اللانهاية، هذا الشيء على الأقل كما رسمته dx يجب أن تكون مساوية لواحد لأولئك الذين درسوا التفاضل والتكامل. إذن يمكنك مشاهدة فيديوهات التفاضل والتكامل إذا أردت أن تتعلم أكثر قليلا عن كيفية القيام بحسابها، وهذا ينطبق أيضا على التوزيعات الاحتمالية المنفصلة. حسنا، دعوني أرسم واحدة. مجموع كل الاحتمالات يجب أن تكون مساوية لواحد، وهذا المثال عن النرد، أو دعونا نقول نظرا لأنه أسرع بالرسم عن قطعة النقد، هناك احتمالين اثنين يجب أن تكون مساوية لواحد، لذلك هذا هو 1 0، حيث x تكون مساوية لواحد إذا كان لدينا وجه، وتكون مساوية لصفر إذا كان خلف. كل واحدة من هذه يجب أن تكون 5 بالعشرة، أو أنها قد لا تكون 5 بالعشرة، لكن إذا كانت واحدة 6 بالعشرة، الأخرى يجب أن تكون 4 بالعشرة، يجب أن يكون مجموعهم واحد. لا يمكن أن يكون لديك احتمال 60% من الحصول على وجه، ومن ثم احتمال 60% للحصول على خلف كذلك، لأنه بعدها سيكون لديك أساسا احتمال 120%. أما عن وقوع النتائج، الأمر الذي لا معنى له على الإطلاق، لذا فمن المهم أن ندرك أن اقتران التوزيع الاحتمالي في هذه الحالة للمتغير العشوائي المنفصل، فإنها عند إضافتها جميعها يجب أن تصل إلى 1، إذن 5 بالعشرة زائد 5 بالعشرة في هذه الحالة، أي المساحة تحت اقتران الكثافة الاحتمالية، فإنه أيضا يجب أن تكون مساوية لـ1. على أي حال، لقد نفذ كل الوقت الآن. في الفيديو التالي سوف أقدم لكم الفكرة عن القيمة المتوقعة. إلى اللقاء.